غزوه الخندق في شوال من السنه الخامسه للهجره وقعت غزوه الخندق وتسمى ايضا غزوه الاحزاب وسببها تحزيب اليهود قبائل العرب على غزو المدينه تجمع عشره الاف من الاحزاب يحزبهم ويحرضهم يهود على غزو المدينه وكان قائد الاحزاب ابو سفيان صخر بن حرب اشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برايه وكانت غزوه الخندق اول مشاهد سلمان رضي الله عنه عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه الاف وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل عشر من اصحابه رئيسا واعطاهم مسافه اربعين ذراعا يحفرونها تم انجاز حفر الخندق قبل وصول الاحزاب فلما وصل الاحزاب الى المدينه واذا بهم يرون الخندق قد حال بينهم وبين دخول المدينه ظهرت في غزوه الخندق معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم منها تكثير الطعام القليل تكسير الصخره الضخمه بثلاث ضربات البشاره بفتح فارس والروم نقض يهود بني قريظه العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد الامر على المسلمين وعظم البلاء عليهم وبلغت القلوب الحناجر يقول الله تعالى واصفا حالهم اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بتفريج الامر فاستجاب له ربه وبعث على الاحزاب الريح فشتت امرهم وانزل الملائكه فالقت الرعب في قلوبهم يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وقال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا رجع الاحزاب الى ديارهم خائبين وعاد الامن والامان الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرق الله امر الاحزاب بالريح والرعب